كذلك. الرجل حرص على ضبط ميزانية الدولة، لأن الأمر يتعلق بالديونية الخارجية، الأمر يتعلق بشح الأموال. الرجل استطاع أن يحقق مؤشرات مالية اقتصادية ميزانيتية في قوانين مالية متوالية، وانتقلنا إلى أكبر ميزانية 107 مليار دولار طبقاً لقانون مالية إطار، محققاً ميزاناً تجارياً مربحاً لعدة سنوات. الزملاء النواب هنا في البرلمان موجودين، استطاع أن يخلق منحة تصاعدي للميزان التجاري 2 مليار دولار 3 مليار دولار 4 5، الآن رانا في 12 مليار دولار، ويتوق في سنة 2025 إلى أو 27 إلى 15 مليار دولار، وفي سنة 2030 قال لك نجيب 30 مليار دولار، ويقدر عليها. واضحة؟ أي واضحة، غير اللي مش حاب يشوفها برك، اللي حاب ينشر العدمية أو كما نقولوا السواد، لأن ما زالوا يشوفوا بعين الماضي وليس بعين الحاضر. نقولوها بصدق، شباب اسمعوا وعوا، نساء أبناء الجزائر، اليوم الجزائر تصنع مجد جديد، تصنع قاعدة أو رؤية في إطار جزائر جديدة أصبحت معالمها واضحة منذ سنة 2019 بعد ما خرج الشعب الجزائري. نحن نعيش عهد جديد في الإصلاحات وفي الحركية على المجتمع. ممكن السيد عبد المجيد تبون فهم الرسالة، استطاع أن يشخص الأمر، مشى إلى الالتزامات ومشى إلى التعهدات ومشى إلى القرارات وهو ينفذها، بالرغم أقولها لكم بالأسف الشديد، بالرغم من مقاومة التغيير، بالرغم من خلق الفتن، بالرغم من خلق نظرة مفتعلة، الحليب البطاطا الحبوب، بالرغم من الحرائق، بالرغم من هجمة غير مسبوقة من مواقع اجتماعية معلومة المكان من الخارج، وحشد أموال كثيرة وبكيانات وبنظرة عدائية غير مسبوقة للجزائر.